مساء الخير على جميع متابعينا، نتمنى من الله ان الجميع يكون بخير. ان شاء الله النهاردة هناخد ازاي نعمل ريكفر للان سيفد فايل ان وورد واكسل وباوربوينت. يعني انت بتكتب على الباوربوينت او الوورد عندك او الاكسل، وللأسف ممكن اللاب فصل فجأة، البطارية بايظة ففصل فجأة، او الكهرباء قطعت، او انت بتقفل الباوربوينت فضغطت على دونت سيف زي كده الداتا ضاعت عندي، اعمل ايه؟ تعال كده نضغط هنا دبل كليك تاني نفتحه، للاسف هيجيب لي سلايد فاضي، الداتا اللي انا عندي ضاعت. لا هي ما ضاعتش، لو رحنا هنا الفايل بعد كده اوبن، في ايقونه دايما هتلاقيها في الباوربوينت هنا او في الوورد او في الاكسل، اول ما تضغط على فايل بعد كده اوبن تلقى في حاجه اسمها ريكفر ان سيفد برزنتيشن، هنضغط عليه بيجيب لك اخر حاجات اتقفلت بدون ما انت تضغط على سيف، تبقى موجوده هنا. للاسف عندي مش بتبقى ظاهره، فانا بجيبها ازاي؟ بروح اول له فايل، ممكن اضغط على اوبشنز، بعد اوبشنز تضغط على سيف. المايكروسوفت عندي سواء كان باوربوينت او وورد او اكسل من فيرجن 2013 فاحدث بيعمل اوتو سيف، انت لازم لو عندك الفيرجن اقدم شويه تعلم على كيب ذا لاست. وطبعا هو بيعمل ايه؟ اوتو ريكفر كل قد ايه؟ كانت كل 10 مينت، فانت بتخليها كل 1 مينت بحيث دائما يعمل مين؟ سيف للداتا اوتوماتيك. الفايل اللي بيعمل فيه اوتو ريكفر الامتداد بتاعه، انا هاخده كده كنترول سي، اقول له بعد كده لازم تظبط هنا بدل الكلام من نفس النظام هيتطبق على الوورد والاكسل وجميع الحاجات الخاصه بمايكروسوفت. بعد كده اقول له فايل، نرجع تاني اوبن، اقول له ريكفر اند سيفد برزنتيشن، واجي هنا فوق كده احط الامتداد اللي انا جبته واضغط انتر، طلع لي المكان اللي بيعمل فيه اوتو سيف. طبعا ايه هتلقى احنا في كام؟ 30 ديسمبر النهارده اهو، دبل كليك عليه كده هيجيب لي اهو ده اسم البرزنتيشن اللي انا كنت كاتبه ومكتوب ان سيفد جنبه لان انا ما عملتوش سيف، دبل كليك عليه كده. بصوا كده الجزء اللي احنا قفلناه بدون ما نعمله سيف رجع تاني، ارجع تاني اعمل سيف للفايل بتاعك ده، شوف انت عايز تسميه بايه، سيف اس، وطبعا هتسميه اسم وهكذا. ده بالنسبه للباوربوينت، نروح للوورد برضو نفس النظام، ممكن انت تكتب اي داتا هنا للاسف تقفل بدون ما تعملها سيف زي ما احنا قلنا. بتروح لاوبشنز وبتجيبها من فين؟ تجيب سيف، لازم تعلم على كيب ذا لاست اوتو كفرد فيرجن اف اي كلوز وزاوت سيفنج، وده الامتداد اللي بيحفظ فيه الفايل بتاع الاوتو سيف. بعد كده هنا تلقاها 10، تخليها 1 مينت عشان يعمل مين سيف كل 1 مينت. اوكي فايل، بعد كده اوبن، هتروح تعمل ايه؟ ريكفر اند سيف مين دوكيومنت، يجيب لك المكان اللي هو بيعمل فيه اوتو سيف. طبعا هنا مش طالع عندي، ممكن انت تجربها تلقاها طالعه بسهوله. اتفقنا لو هي مش ظاهره بتاخد مين الامتداد اللي احنا خدناه من شويه وتحطه هنا، تضغط مين انتر وتطلع نفس النظام برضو مع الاكسل، نفس النظام ادي فايل اوبشن، هتروح لسيف وهتخليها بدل 10 تخليها 1، ما تنساش تعلم على كيب، وده الامتداد اللي بيحفظ فيه مين الان سيفد مين فايلز. كده اي داتا عندك مش هتضيع، ده مش الاوفيس بس، ده معظم البرامج الحديثه ايا كان البرنامج اللي بتستخدمه ايه بيعمل اوتو ريكفر. فالا انت عليك تروح لفايل وتدور على كلمه اوبشنز وتفعل مين، تفعل السيف دي بيعملها كل قد ايه. طبعا ده برنامج كامتازيا اللي بصور بيه، لو طبقنا نفس الكلام هنا على البرنامج ده هنروح لإيديت هنا فرانسيس، بص كده هنا هتلقى في انيبل اوتو سيف افري، كانت 10 انا مخليها 1 مينت. اتفقنا حصل اي مشكله والبرنامج قفل فجاه، ممكن تضغط على اوبن اوتو سيف مين فولدر ويطلع لك الحاجات اللي معمول لها اوتو سيف قبل كده، قفلتها مثلا بدون ما تحفظها ايا كان المشكله اللي حصل. ده بوضح لكم ان الموضوع ده مش موجود في مايكروسوفت بس، موجود في معظم البرامج الحديثه. فعشان كده اول ما تسطب البرنامج دور على المكان بتاع اوتو سيف ده فين وفعله وخليه مين كل 1 مينت بس عشان شغلك ما يضيعش عليك. ويا ريت لو حلقه النهارده عجبتكم ولقيت فيه معلومه مفيده في الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تتابعنا في فيديوهات تانيه جديده. شكرا جزيلا.